نبدأ كده أحكي لكم حكاية الخبر اللي جاي. النهاردة بدأت جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار حنفي جبالي. طبعا ده بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 412 لسنة 2024 اللي بيدعو فيه المجلس للانعقاد. المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قال في الجلسة الافتتاحية إن السودان بتواجه تحدي كبير ومصيري ما حصلش قبل كده، وإن في نزاع داخلي كبير للأسف. طبعا ده خلى ملايين السودانيين يسيبوا بيوتهم واهلهم وارضهم وناسهم ويعني ينتشروا في بقاع الارض، ويمكن مصر على وجه التحديد اللي بتستقبل كتير من اخواتنا السودانيين. قال كمان ان ليبيا الشقيقه لسه بتعاني من الازمات اللي بتمر بيها بقالها اكتر من 10 سنين، وان مصر لسه مكمله في جهودها مع الاشقاء الليبيين عشان يوصلوا باذن الله لتسويه سياسيه من غير اي ضغوط او تدخل خارجي. قال كمان إن مجلس النواب بيقدر موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. تعالوا مع حضراتكم كده نروح ونتابع كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ونرجع لكم تاني. ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين، ومجلس النواب يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967. كما يشيد المجلس بالموقف التاريخي لفخامة السيد رئيس الجمهورية المشرف والتاريخي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار. ولم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد، فما يحدث في لبنان أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة وعدوان لا رحمة فيه بالمدنيين، أزهق أرواح المئات وتسبب في سقوط آلاف الجرحى وفرض نزوحاً قسرياً لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهات إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة. ومجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي. كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان الشقيق. نواب شعب مصر العظيم، ما زالت ليبيا الشقيقة تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية على مدار أكثر من عقد من الزمان، وفي الوقت ذاته ما زالت مصر مستمرة في جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية للوصول إلى تسوية سياسية ليبية